انتم تسمعون في يوم سعيد اليوم مع حاتم بن عمارة. التظاهرة هذه عندها برشا أبعاد كما حكيت لك. في الليلة ذيك في 2 جويلية لازمنا نظهر للعموم حسن الاستقبال، قدرة الهياكل المهنية في تونس ولا الجامعات اللي مختصين في السياحة ولا حتى وزارة السياحة، واليوم ولينا نخدموا معنا بخلفية تشاركية. راهو ماهيش نجاح الجامعة، مطالبين الناس كل جميع المتدخلين باش يسهروا على نجاح التظاهرة هذه، خاطر نجاح لتونس باش نسوقوا لهم. وقت اللي انت تو حكيت على 1000 مدعو سي حاتم، ما حكيتش على قداش واحد باش يخدم ويحضر العملية. يظل لي النصف شكون يا محمد؟ يظل لي النصف 450 واحد. 450 حد يحضروا في العملية، يحضروا في العملية ويكونوا ساهرين على العملية من نهار 28 جوان حتى لنهار 2 جويلية.